على حلقتنا لهذا اليوم، نذهب إلى متابعة هذا التقرير لتفاصيل أكثر عن حياة هذا الفنان. ولد من رحم المعاناة في عائلة فقيرة بمدينة الصدر، ليقف بوجه مصاعب الحياة. لم يستطع أن يكمل دراسته الإعدادية، إذ اتجه إلى العمل كي يعين والده، لكنه تعلم جيدا من مراحل الحياة، حيث لا يزال يستذكر مقولة أبيه: يا بني، الحياة مدرسة. وسام الفراتي شاعر شعبي وفنان تشكيلي، استطاع بأنامله البارعة أن يشق طريق النجاح، حيث ابتكر الرسم بأسلاك النحاس لا تتدخل بلوحاته أدوات الرسم، إذ تكونت من مواد إنشائية ومعدات كهربائية. له معارض تشكيلية عديدة نالت إعجاب المتتبعين للفن التشكيلي، وخرجت لوحاته لخمس دول أجنبية وعربية. بذلك استطاع وسام الفراتي أن يبعث برسالة مفادها: العراقي هو من صنع الفن والإبداع. أحمد محسن لبرنامج صباح العهد. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. الان نرحب سويه بضيفنا العزيز وخطارنا الاستاذ وسام الفرات. حياكم الله وصباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا رب. صباح اللوحات الجميله، صباح الابداع. في الدور لك صباح الحب على العراقيين وعليكم وعلى كل العراقيين يا رب. ربي يحفظك ان شاء الله. يعني ممكن يوم تحدثنا يعني عن اشوفك حامل لوحات كثيره معك، تحدثنا عن طبيعه عملك، شلون بدات، بأي سنة، شو الهواية، من تنمت هذه الموهبة اللي بداخلك؟ بصراحة هذا الفن جديد ومطلوب. أنا اكتشفته. بصراحة هذا الفن يعني اللوحة تكمل بدون أدوات رسم. لطيف. يعني الأدوات يعني شغلات مثل بلايس، سلك نحاس، مأجون طلس مال بناء. ما شاء الله. وألوان معتقة من الطبيعة. أها. تصير اللوحة يعني بحيث حتى في الشام ما استخدمها. شلون يعني بدت عندك هاي؟ بأي سنة؟ على أي أساس يعني بنت عندك هذه الفكرة؟ هو كل إنسان بداخله في شيء من الطاقة ممكن. طاقة. بصراحة أنا حداد يعني مع أولاد اشتغلت بالحديد. الحداد هم فن، حداد الفنية. أكيد. بصراحة من هناك عرفت بأن أكو إبداع. من أشوف والدي الله يرحمه يشتغل بفن، كان يسموه الشيخ الحدادي، كان يشتغل بشغله يعتني بها ويطلعها في شيء حلو جميل، في شيء ضخم مثلا باب كبير يعني عجب كسبوا عليه. بصراحه هو استاذي كان يعني، وتعلمت من عنده شغلات كلش حلوه. طيب. ذاك الوقت صارت عندي لمسه فنيه. هاي في اي سنه؟ بال 95. هاي الحكي بالثمانينات. بال 95 بديت ابتكرت هذا العمل. طيب يعني جدا. طيب يعني استاذ حضرتك اول ما بديت بهذا العمل مباشرة يعني ما كان بدايات مثلا؟ بس دراسه. نعم. دراسه بحيث اشوف اللوحه الزيتيه، اللوحه المائيه، اقول لازم يعني لازم نطلع في الشيء بعد احسن، ما يصير احنا مثلا نبقى على الزيت وعلى الماء، لازم ابتكر شيء وان شاء الله هم اكو عندي جديد بعد ارقى. تتذكر اول لوحه رسمتها؟ نعم. شنو كان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. كانت هي يمكن بدايه لمسيرتك. بدايه. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. كانت يعني في داخلك يعني هواية الرسم أيضا بهذا الموضوع لو أكيد انتقلت؟ أكيد. أها. وبنت على أساس الرسم. زين. طيب شلون تنمت بالتالي اليوم يعني بعد سقوط النظام، المشاكل اللي واجهتها بهذا العمل؟ أعتقد أنت أيضا عندك أحد اللوحات يعني عملتها للسيد الشهيد محمد صدر، يعني شنو المشاكل اللي بكل تأكيد واجهتها بهذا الموضوع؟ صراحة أنا بزمن النظام يعني كنت بلبنان. بلبنان اشتغل. بس ما كنت يعني مثلا اسوي معارض. بشيء بسيط على كنت اسوي معارض، كنت اسوي اصدقائي اللي هناك المقربين بلبنان. معرض بناته شلون الشغل مالنا. جميل. مو مثل على صعيد مثلا الدول هاي، بناتنا احنا اصدقاء. جميل. من اجيت للعراق انا بصراحه صار لي سنه من طلعت هذا الشغل مالي بالعراق. يعني بصراحه كنت خايف، اقول اخاف لان فتح لهناك الفنانين عظماء.
فكنت خايف اقول اخاف خايف تعرض عملك يعني مو مثل اشكر قدرتي لهاي بس اقول اخاف افشل اخاف وكانت الماده شوي مساعدني فزميلي ساعدني اللي يشتغل بمقهى وقال لي وسام الله يساعدك فلو تخطيط اسمه بالنص جميل نص الي ونص الي لحد سويت 30 لوحه شاركت بها بمعرض المعرض بيتنا الثقافي صراحة كان يعني جمهور راقي لطيف وراها انطلقت المتنبي من المتنبي صار لي سنة لحد اليوم لحد اليوم أنا المتنبي كل جمعة هناك بحيث صرت جزء من المتنبي طيب يعني تحدثت عن لبنان وذكرت أنه ما كنت تستطيع أنه تجري معارض أو تقيم هذه المعارض بالنسبة للوحاتك ويعني تظهر للعيان وللناس لكن عندما جيت للعراق وتحدثت أنه كل جمعة تكون بشارع المتنبي نعم. مدى المعارض كميتها يعني أقيمت هناك معارض بالنسبة للوحاتك أنا بس معرض واحد سويت بيت الثقافي ورا مباشرة سويت على شواطئ دجلة المتنبي ومن وراها المتلقي قال استاذ سامح بردك كل جمعة لأن قاعد يشوف هالشيء حلو لطيف وكل جمعة أنا قلت لك صار لي سنة كل جمعة أنا بال هذا على مستوى الأرض شاركت بمعارض خارج العراق يعني بصراحة لا ما انعرضت لك بهذا الجانب وزارة الثقافة بعد ما يعني عرضت أعمالك بالبيت الثقافي ما كان هنالك وزارة الثقافة رعاية. وزارة الثقافة ما رحت لهم صح انا لحد الان ما املك هويه ثقافه فنانه لحد الان. رحت لهم وديت لهم حوالي خمس اعمال ست اعمال. من شافوا العمل الاستاذ فوزي الاتروشي انبهر بالعمل. قال هذا عمل جديد. تحرك قد قلت له ان شاء الله. المهم سوى لي الانسان كليشه وعلى حسب الظروف من رحت يعني ماكو رعايه ماكو اهتمام ماكو عفت. هذا دائما ما موجود لكن ممكن يوم يعني تشوفنا شيء من اعمالك اللي اكيد معك حتى ممكن أكيد مشاهد عراقي اكيد اكيد يشاهدها ويستمتع بهذه الاعمال اكيد هذه اللوحه السيد الشهيد الاول رحمه الله عليه لطيف ايضا استاك هاي هاي شلون يعني صارت صناعتها شلون هذا الترتيب بدايه ان دي اف 8 ملي طبعا دائما يسالون يقولون سام شلون سويت؟ عندي اف 8 ملي زين ينضرب مع جون بلس اللي هو يستخدم للبناء وبعدين بالسلك النحاس مال الكهرباء وبعدين الوان المعتقه بس مو هذا اللون المعتق اليارزن وانا جايب ثلاث انواع من الرسم اليارزن والجرافيك والسلوت شاهد ان شاء الله هذا الجرافيك هاي اللوحه تكمل بدون ادوات رسم بدون فرشات بدون الوان زيتيه بدون الوان لكن اللي ما يعني تفاصيل الوجه شلون ممكن تتحكم بها؟ بالكتر والبلايز مرات استخدم ملقط اضافه شيء مثل يعني شلون دقيق يعني اي ملقط اي تكمل اللوحه ايش قد تستغرق عندك اللوحه؟ مو شرط اكو تستغرق نص ساعه واكو تستغرق اربع ايام يعني اقصى مده اربع ايام ايش قد هذه اللوحه يعني استغرقت من الوقت عندك؟ ثلاث ايام هذا ثلاث ايام موافقه في اي سنه يعني هسه بالوقت الحاضر؟ هسه اشتغلت هذه اللوحه هسه واحده بالسويد واحده اخذوها للسويد وواحده بالدنمارك لان اللوحات كلها يطلع سويد دنمارك نرويج سويد دنمارك نرويج موفق طيب طيب اللي بعدها ممكن اي نعم عمل هاي الهديه اها لطيف لان كل قناه اللي اجيها لازم اهديها اللوجو مالتنا احمر ليش ما سويته احمر؟ لو هو شغلك كله هو شغلي معروف اني اسود معروف خاف ما اخذ جانب حزن لو ما له دخل بهذا الموضوع هو استاذ من مثل مرات اكتب قصيده او اكتب فد خاطر اكتب جو حقوق الحزن محفوظه اصدقائي يقولوا سام الله ايش وقت تصير حقوق الفرح محفوظة. عندك ختم مع الحزن أي يعني حقوق الحزن محفوظه استاذ سام ليش بسوي حقوق الفرح محفوظه؟ اقول لهم كل من بداخله شيء علاقه ازليه هاي هذا الخاص والعام جاش مثل الوضع فان شاء الله من يصير لا ان شاء الله حقوق الفرح محفوظه ان شاء الله ان شاء الله جميل جدا الفلكلور طبعا هذه اللوحه هاي مشكله هذه اللوحه عالميه بس زيتي انا حولتها جرافيك
صراحة يعني شفتها ما أقول يعني أحمد بشغلي بس شفتها أحلى من زيت فرعت اللي جربت. شنو هاي يعني تفاصيلها على على ماذا تدل؟ هذه كان صف بندقية. زين. صف البندقية وردة. فهي نظرتها للبندقية والوردة. أنا أخذت بس هذا الوجه. الوجه هذا في الكلور الفلسطيني. هو هذا. طيب هاي هاي الأصابع أعتقد هاي اللي جاي. بردة هذه بردة. زين. وفاتحة ال. أها أها. لطيف جدا. جميلة. هذا الجرافيك أيضا. أها جميل. هذا السلوت. هذا السلوت اللي بس تفاصيل الجسم. هذه بغداد السلام. هاي الفتاة بغداد. لطيف. والحمام بغداد السلام. هاي يعني شو كنت من إنجاز هاي اللوحة؟ هذه اللوحة يعني هي صار لي حوالي شهر مكملها. شنو تحب أكثر الأمور يعني المواضيع اللي تحب تقتنيها برسمك شنو؟ الأمومة. الأمومة يعني أنا كان بالي قلت بس لا يقول الحزن. لا لا الأمومة الأمومة. يا الله. حمامة السلام أيضا. ربي يحفظ كل أمهاتنا إن شاء الله. شكرا جزيلا. حمامة السلام أيضا. هذه يمكن نفس اللي قبلها. نعم. أنا ما أعتقد. بالضبط. نفس اللي قبلها. والسلام حلو. هو شنو الفرق انه ده يكون واحدة لونها كأنما فضي واسود والثانية ذهبي واسود. بالضبط. انا كنت استخدم بس الابيض. ابيض واسود. هسه كنت استخدم. ادخلت ايضا. احنا ما نريد نحرق اللوحات كلهم للمشاهدين اكيد احنا نريد نتحدث ويا حضرتك قبل. هو ما دام موجود بالمتنبي. المتنبي كلهم يعرفون الحمد لله. المرأة العربية هذا الحجاب مالها الابتسامة العربية الحلوة. لطيفة. هذا حجاب ابتسامتها نظرتها هاي روحيتك يعني افرزت لك انه ترسم بها الخيال جميل جدا هم الجرافيك لطيفة مراسم للرجل العربي بس للمرأة العربية مشكلة العربية في شيء يعني ليش مراسم العربي شخصية الرجل العربي والله عندي بس جايب لا المفروض يعني توازن هذه الأمومة الله الله طبعا هذه الأمومة ما أعرف عن ثمين واضحة ما واضحة بالأدل بس أكو نظرات حزن قد الأم هام فد شيء مو صح لا هو اللي ما يمكن بالعين أعتقد متعاملة ويا طفلها بكل حنية لطيف إيه يعني متعاملة وياها بكل حنية طبعا هذه اللوحة من تبعها شفت أنها نحاس هو لون الأسود وغسلتها بالمي غسلتها لحد ما صارت أنها برونزية نحاس الله هذه الأمومة هذا اليازم هذا الفن الجازم اللي اول شيء اشتغلته بكارته هو هذا بياس انا بالتسعينات 95 اها يعني قبل سنه يعني اشتغلت الجرافيك واشتغلت السلوت شفت في شيء حلو استاذ قد عمرها يعني هذه اللوحه جبار ناقد تشكيلي قال لي وسام شغلك حلو استمر حياتنا له لطيف لطيف جدا جواهري الله الشاعر العربي الثاني بس ما شاء الله يعني اتقان باللوحات الشخصيه مو كانما سلك كانما رسم يعني بالفرشاه صح, صح. هاي شلون صار يعني عملها نفس باقي اللوحات ايضا صراحه اللوحه الاولى انا هسه صار لوحتين اللوحه الاولى طلبها من عندي الدكتور علاء طاهر قال وسام عندي روح للسويد واريد لوحه اوديها قلت له ما يخالف ايش تريد؟ قال اريد الجواهري واريد صوره لمن علي واريد الامومه سويت له وباخذها في السوق هذا الجرافيك جميل جدا طيب بدي اسالك سؤال يعني بالنسبه للوحات الاحظ هنالك مثلا هسه احنا نشوف ايدي الجواهري والراس يعني هذا التطعيم يمكن يكون اقل من باقي اللوحات يعني هذا التطعيم اذا كان اقل يستغرق وقت اقل ام اذا كان اكثر ويستغرق وقت اكثر او ما لها علاقه بهذا الموضوع لا اكيد صحيح يعني شوف هسه الجواهري هناك شغل شغل بالرسم اعتياد يعني بالفرشه بس هنا شغل دقيق يصير العين هذا يعني هذه اخرني يعني انا اعتقد ايضا اساسات يعني القياسات تحديدا هذه اخرني ومن اضرب المعجون انتظر المعجون ينشف همينه وقت قد استغرقت هاي اعتقد هاي 3 ايام
جميل. يعني هذه اخر المعجون واللي بيميشف الالتيكو اللي الزق به الاسلاك هم يعني وقت هو هذا اللي عطني. والماده غاليه عليك لو هذا مكان يقودني يعني يعني الماده شلون متوفره لك يعني تعمل عمل ثاني ما عدا هذا العمل كالرسم؟ لا صراحه انا متفرغ لهذا العمل. انا لا موظف ولا متفرغ لهذا العمل. الماده يعني شلون انا اصلا عايش يعني متونس بهاي متونس ببساطه متونس لطيف جدا. تابع اللوحه فن اللي يرسم صوت المو علي سلام عليكم. طبعا نتلاحظها يعني سلك عليها تقول تقريبا 20% نحت. لاحظها هذا كله سلك. هاي الالوان اللي اصنعها من النباتات. من نبات يتعتق. هاي يعني الترتيب بالصناعه يعني عندك فت قياسات فت مواضيع فطريه. لطيف جدا. هذا صوت الامام علي. سلام الله عليه. هذا ايضا بالسويد ما تجاهل. حسين توافقني رأي ما شفنا صورة محلوة أو لوحة عفوا محلوة. لا لا مبدع والله ما شاء الله مبدع لوحة مال الإمام علي جراح أبي يمكن حجم أكبر أخذ المساحة أكيد. إن شاء الله يعني القياس هسه صار 60:40 هذا القياس راح ألغيه لأن هسه المتلقي شيء يريد لوحة كبيرة يعني يريد باوع. هاي هسه شلون مخنوقه؟ اريد اسوي متر في مترين يعني اصغر لوحه. اشتغلت بهذه الاحجام لو بعدك؟ اشتغلت. اها. عندي لوحه قاعد اشتغل بها يعني ان شاء الله مفاجأة. ان شاء الله. كون حاضرين بالمتنبي ان شاء الله. هذه 60 في 60 هذا حلم طفل. الله. كرة قدم. الله. طفل نايم على الفرس. هاي الطفل كان يلعب طوبه. نعم حلم بأن هو فارس. هذا حلم هو حلمان بأن صعد فوق الفرس. اها الله الله الله. هذا فن اللي يرسم ايضا من الالوان المعتقه اللي اصنعها. احسنت. اما الجرافيك والسلويت لا هذا الوان قيادية. هذا وقتها هم تختلف عن ذولي؟ هذا وقته كله صعب يعني طويل. ايش قد كلفتك وقت يعني؟ اعتقد يمكن رسم الحصان اصعب شيء. اي ها شوي يعني بوقت يعني هذا فوق الاسبوع فوق الاسبوع. طيب الماده ما قلت لنا شلون تحصل عليها وايش قد يعني بالنسبه مقارنه باللوحه ايش قد سعرها اللوحه الواحده مثلا؟ تكلف عليك ماده وايش قد تبيعها؟ زين الماديات حتى المشاهدين هم يعرفون يعني. مره جاني مبلغ مبلغ يعني زين فقلت اسوي لوحات سعر اللوحه 25000 دينار. فنانين جماعتي بالمثلث قالوا سام هاي خساره عليكم جاي تخسر انت. قلت لهم راح اطلق حمله لكل بيت عراقي لوحه. قالوا شنو صار؟ قلت لهم عندي فلوس. هو هذا الفن يعني ملك الناس مو ملكي. لطيف. انا شريد يعني شريد اصير ملك من لوحه لو انا ممكن انحيي لك بس انا اتونس تخلص من حضرتك تعلقها ببيتك وتوقعها. هذا شرف. يعني هذا يعني شيء يونس. وانا اعتقادي يعني مو مجاملة هذه اللوحات ما تتقدر بثمن خاصة المواضيع المختارة. بعت يعني سويت بالانترنت بعت 800 دولار بعت 700 دولار وبعت 25000 وهسه ثابت على 50 للمتنبي. يعني شو رأي المتنبي؟ شنو الهدف؟ الهدف اكسب الناس الشباب يجون للمتنبي. هاي تحدثنا عن وسام الفراتي الفنان التشكيلي، الان ممكن وسام الفراتي شاعر. اي وسام الفراتي شاعر. بدايات كتابتك صراحه من انطلقت؟ فلقت شاعريتي من الثمانينات. اكتب شعر. تكتب شعبي لو مقفى؟ اكتب شعبي واكتب فصحى مع الماي مدارس ها كنت خريج ابتدائي. اول قصيده يعني كتبتها؟ اول ابوذيه اول دارمي؟ لا اول. شنو تحب تسمع المشاهدين؟ بصراحه على ابو الفضل والامام الحسين سلام الله عليه الواقع بعد ما نكملها ان شاء الله تكمل وراح اقرا ان شاء الله. أقول راح أشرح الواقعة زين ومن عندها تاخذ حكم.
وقيس بدليل العقل عاين معاني القيم. اثنين بالواقعة خطوا أساس الكون عباس وحسين يجوز العوسط هشيم. الله الله. ما بين أشرف بشر خوان من حيدرة ربك نطاهم خصل غيرة وشجاعة وكرم. عباس شمرت علي واللي قصده ما رجع ولو ردت قبته الذهب ينطيها بد ما يهم. الله. وحسين أساسه بقد رغم التآمر عليه وراس العلى على الرمح مو راس لا بل علم. عباس شال الوفة والحسين سوى درع برهان ما يماشره برغم العطش بألم. الله. وحسين نفس الطبع نفس الطبع ما اختلف. عباس منه ضرب حسين كان نفسه. الله الله. حسنت حسنت. على الأقل هذا وجداني كتابة أكيد وجداني حسيني. أي وجداني. لطيف جميل جميل يا وسام. هذا النايل يسموه. أها. أي نايل. يعني عندك إلمام بالأوزان الشعرية. أكيد. وهم دارس أوزان. هم هالفطرة. طبعاً هذا النايل. زميل المعد ينوه قصيدة أخرى أيضاً يمكن. لوحة أدي يعني مو قصيدة كاملة لوحة. أها. على أبو الحسن أم علي. سلام الله عليك. أقول بها شرد وصفك. وانت ابن عم الرسول وشرده وصفك وانت بعد الفاطمة شلون وصفك وانت وصفك كله نور وانت وجهك نور الله مكرمه شرده وصفك يكفي بس اسمك علي وانت للفرسان اسمك ملحمة انت ابن عم النبي ودرع الرسول وانت معروف باسم حامل حمى انت للأيتام سباق الطعام انت بالحسنين كلك مكرمة. الله. اش ما كتبنا اش ما حكينا اش ما نقول وانت اسمك عندنا حكمة ومحكمة اش ما كتبنا اش ما حكينا اش ما نقول وانت وصفك فوق امراء السماء. الله. انت وصفك فوق امراء السماء. صح لسانك. طيب يعني احنا نريد نعرف اخر الاعمال بالنسبة لحضرتك باعتبار الوقت يداهمنا كان بودنا انه نسمع من حضرتك مقفى شنو اخر الاعمال حضرتك؟ والله اخر شيء راح اسوي معرض للمصورين الفوتوغراف اللي نقلوا صورة الشارع العراقي خارج العراق. هذه اللوحات راح اسويها طبعا بس قاعد اجمع الفنانين المصورين على عددهم بحيث اسوي لهم لوحات لكل مصور ساهم لوحة مجانا من وسام الفراتي له. الله. يعني مساعدة له. الله. احسنتم. احنا للاسف الوقت يعني داهمنا زميلنا ان شاء الله الايام لا ان شاء الله ان شاء الله حنكون قريب منك بالمتنبي وكقناه العاده الفضائيه تكون قريبه منك ان شاء الله. والله هذا شرف لي وانا جدا سعيد صراحه. لنا الشرف لنا الشرف اليوم انا ضيفكم. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لحضورك معنا. الفنان التشكيلي والشاعر وسام الفراتي خطار جميل وضيف عزيز علينا. شكرا لك والله عزيز ان شاء الله يحفظكم الله. اذا يعني مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام مشوارنا الصباحي معاكم على أمل الملتقى بكم لصباح آخر. تقبل الختام تحياتي والختام مع منى. نعم شكرا حسين. إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.